مشاهدي قناة على فكرة، مرحبا بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد. لكن قبل الدخول في تفاصيل الموضوع، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الاعجاب. على بركة الله. قشرة الرأس حالة شائعة تسبب تقشر جلد فروة الرأس، وهي ليست معدية او خطيرة، ولكنها قد تكون محرجة ويصعب علاجها. قد يكون لظهور القشرة بفروة الرأس العديد من الأسباب كالبشرة الدهنية المتهيجة أو جفاف الجلد، إضافة إلى الحساسية تجاه منتجات العناية بالشعر، زيادة على الأمراض الجلدية كالصدفية والأكزيما. قد تشمل مؤشرات الإصابة بقشرة الرأس تقشر الجلد في فروة الرأس والشعر والحاجبين واللحية والشارب كذلك، إضافة إلى التسبب بالحكة أو الحكة المفرطة. لا تتطلب معظم حالات الإصابة بالقشرة رعاية طبية، لكن بادر بزيارة طبيب متخصص في الأمراض الجلدية إذا لم تتحسن حالتك مع الاستخدام المنتظم لشامبو القشرة. من الممكن أن يصاب أي شخص بقشرة الرأس، إلا أن هنالك عوامل معينة يمكنها أن تجعلك أكثر عرضة لها. عادة ما تبدأ الإصابة بالقشرة في سن الرشد حتى منتصف العمر. هذا لا يعني أن الناس كبار السن لا يصابون بالقشرة، فبعض الناس يمكن أن تظل القشرة مشكلة لهم مدى الحياة، إضافة إلى أن قشرة الرأس أكثر شيوعا عند الذكور أكثر من الإناث، زيادة إلى الإصابة بأمراض معينة خصوصا الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي والجهاز المناعي يزيد من احتمالية الإصابة بالقشرة. كان هذا موضوع اليوم. إذا نال الفيديو إعجابكم، لا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء.